يا حبيبتي يا حبيبتي، الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام يا رب. حبيبتي تعالي 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 يا حبيبي. الحمد لله على السلام يا حبيبتي، يعني عشان تقعدي تستريحي. حبيبتي أنا حبيبتي، اقعدي اقعدي يا حبيبتي. ازيك يا ماما، طمنين عليكي. انا الحمد لله، طمنيني انت عليكي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي انك بخير. خلاص بقى يا جماعه كده انا هبكي، وانتوا عارفين انا دمعتي بعيده. يا ابني انت ما بتعرفش تتكلم بجد ابدا. الحمد لله على السلامه، نورت البيت. ان شاء الله اخر مره تحصل. يا رب. وفي الخالد؟ خالد ما عملك في المستشفى. ايه؟ حبيبتي انا عايزك تتعودي على كده، احنا بقى دي حياتنا الطبيعيه. أنا أول ما بصحى من النوم الصبح أروح سائل سؤالين، أول سؤال أقول مين اتحجز النهارده في المستشفى؟ ما لاقيش حد، طب أروح سائل في حد اتقبض عليه؟ بقى حياتنا كده، كل يوم مصايب. يا ابني اهمل بقى، خلينا نفهم، مالها مالك؟ ولا حاجة. كانت تعبانة شوية في جنبها الشمال وكانت مطنشة، واستنت الوقت المناسب اللي كلنا بقينا فايقين وما عندناش مشاكل وبيس وكل حاجة، قالت لك لا سيبهم كده، جه انفجار في الزايد على طول. يا نهار أسود، ده بجد؟ هي كانت حياتها خطيرة فعلا، بس خالد لسه مكلمني وطمني عليها دلوقتي إن هي كويسة. ما هو خلاص. ما بقاش فاضل غير ملك وجاي الدور عليه. وفاطمه اللي زي القرده دي ما يحصلهاش حاجه. يا ابني حرام عليك، ده فاطمه دي اول واحده افتتحت كل الكوارث لما اتخطفت في المالديف. قريتها ما رجعت. انت للدرجه دي بتكرهها؟ كده يا فراوله، ابنك جو بيقع فكره، بنت اللي معبياني. الموضوع بس ان البت دمها تقيل شويتين ثلاثه 10، يعني قولي براحتك ما تكسفيش. ده انت ناقص تقول انك بتحبها وبتموت فيها كمان. لا مش للدرجه دي. حقيقي بقى الواحد دلوقتي ما بقاش عارف مين اللي معاه ومين اللي عليه. أنا دلوقتي بقيت أشك في كل اللي حواليا. والله عندك حق يا مدام فريد، ما هو من كتر اللي بنشوفه. أنا صراحة بقيت بشك فعلا في كل اللي حواليا، خصوصا فراولة. أنا حاسس فراولة أنت هتطلع عليه دروس في الآخر ومخبية علينا. أنت بتقول إيه؟ اتلم يا ولد واخلص. حاضر. تخيل بجد بقى يا جو، دي بقى اللي تبقى القفلة العالمية. يا سلام. أنت بتعمر أمه؟ عادي يعني مدام فريدة زي جوز بنتك وبهرب. لا هو ما بيهزرش على فكره، انت خلاص كلنا عرفنا فراوله الموضوع ده. قلت لك اتلم. حاضر. وبعدين ريد روز ايه اللي تطلع فراوله؟ فراوله دي روز، بس روز الاحمر على الابيض على الازرق. قمر اتكلم بجد بقى يا جماعه، احنا لازم نغير طريقه تفكيرنا. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني لازم احنا اللي نبدا الحرب على ريد روز. حرب مين يا اشرف؟ ريد روز دي مجهوله الهويه، احنا مش عارفين هي مين، فهنحارب المجهول شبح يعني؟ انا اقصد ان احنا اللي نعمل لها الكمين، ما نستناش لما تفضل كل شويه تعمل لنا مصيبه. ازاي يعني نعمل ايه؟ ريد روز اكيد هتحاول تتصل بحد فينا. اكيد طبعا هتتصل بحد فينا. وبعدين الحد اللي هي هتحاول تكلمه ده لازم يحاول يغريها باي شكل، يقول لها مثلا انه هيديها مليون جنيه وعنده استعداد يقابلها في اي حته. طب هيقنعها ويقول لها ان المبلغ ده مقابل ايه؟ مقابل انها تبعد عننا. يا سلام، وهي بقى بالسذاجه دي انها تقع في كمين زي ده؟ لا، وممكن تاخد المليون جنيه وتشفطهم كلهم ولا تبعد عننا ولا حاجه. يا ابني ما احنا هنراقب اللي جاي ياخد الفلوس ده، يعني مش هنقف نتفرج اكيد. لا يا اشرف، الست دي اذكى بكتير من انها تقع في كمين زي ده. الدروس دي عايزه خطه مدروسه وبمساعده البوليس. حلاوتك انت فرحان وانت بتفكر كده.